تاني، في سؤالين لازم نكون فيهم بمنتهى الصراحة. طب نسبة نجاح العلاجات دي قد ايه يا دكتور؟ نسبة النجاح قد ايه؟ انا لما اجي اعمل عند حضرتك التردد الحراري والتسليك بالقسطرة وهذا هذه الاشياء، طيب هو مش انا اكيد هخف؟ يبقى انا هسألك سؤال، هو انت لما بتروح لدكتور هل اي في اي تخصص وفي اي مرض، هل احنا في العالم كله في اوروبا او في امريكا او في اعلى درجات العلم، هل حضرتك الدكتور ده بيقدر يضمن لك الشفاء؟ الشركة اللي انتجت الدواء بتضمن لك الشفاء؟ الجهاز الشركة اللي اخترعت الجهاز بتضمن الشفاء؟ ازاي هتقدر تضمن الشفاء؟ ما هي عندها، هي بتقدر تقول انا عندي علاج ناجح لما العلاج يعدي 50%. يعني انا لو اخترعت شركة عندها دواء بيعالج الضغط، هي بتنزله تبيعه وبنقول لها متشكرين لما يعدي 50%. يعني ايه؟ عملت ابحاث فالدواء بتاعها بيعالج 50% من المرضى، يبقى دي تقدر تطرح العلاج علشان المرضى تجربه. نفس الحكاية بالنسبة لنا، تمام؟ الأجهزة والتردد الحراري هو أعلى نسبة نجاح، التردد الحراري والقسطرة الذكية هي أعلى نسبة نجاح علاج للمفاصل والفقرات بدون جراحة في العالم وفي التاريخ. يعني ما جاش قبليها قبل كده حاجة نسبة نجاحها أعلى. أنت لما تسمع الكلام ده هتظن نسبة نجاحها يبقى نسبة نجاحها 100%، لا، دي كده الأوهام الشعبية. يعني دايما المريض بيبقى ويتمنى والطبيب يتمنى، ولكن هذا لن يحدث، يعني إلا في الجنة إن يبقى في حاجة نسبتها 100%. ولكن أعلى نسبة تحسن للآلام المزمنة للفقرات والمفاصل حاليا وفي التاريخ هي 70%. يا هذا أعلى حاجة؟ أعلى حاجة في زوال الألم. ما أنت لو عملت عملية جراحية، يعني لو جبنا 100 مريض عملوا 100 عملية جراحية، تمام؟ 100 مريض، زوال الألم كام واحد هيزول منه الألم؟ 30 أو 40 واحد من المية، يعني نسبة نجاحها 30% في زوال الألم. طبعا لو المريض عنده شلل لازم يعمل جراحة ويتحمل الألم اللي هيجيله بعدها، لكن احنا بنتكلم في المريض اللي غير مشلول، تمام؟ لكن طب 70% اللي عندنا في التردد الحراري والتسليك بالقسطرة والعلاجات بتاعتنا، يعني كل 100 مريض في 70 مريض بيتحسن و30 مريض ربنا لا يمن عليه بالشفاء. طب احنا نعرف مسبقا، يعني ينفع تيجي لي تقول لي يا دكتور هو انا لو عملت الحقن والتردد الحراري انا هبقى من 70% او 30؟ لا، ما ينفعش. وانا اعرف، ما انا لو اعرف كنت انت هتجي لي اقول لك ايه، لا مش هينفع امشي. يجي لي واحد تاني انا عارف انه هيطلع من 70% يقول له تعالى انا هعمل لك. طب يبقى كده، يبقى احنا كده ملوش لازم ان انا اقول لك 70% و30%، انا هقول لك ينفع اعمل لك او ما ينفعش، لكن انا هقول لك مسموح ان انا اعمل لحضرتك طالما انك مش مشلول. انت بقى تطلع من 70% او 30%، لا دي حاجة انا ما اقدرش احددها لحضرتك، فهمني؟ فلو اتكلمنا من وجهة النظر المادية الشعبية ان هو مادي، يقول لك طب انا هدفع فلوس وانا مش عارف النتيجة، زي ما بتروح تعمل عملية في القلب وانت بتدفع فلوس ومش عارف اذا كنت هتموت في العملية ولا هتشفى، تمام؟ زي ما حضرتك بتروح تدفع فلوس في انك تعمل الكلى، تمام، انك هتزرع كلى، ممكن الجسم يرفضها وممكن ما يرفضهاش، يبقى انت زرعت دفعت فلوس وملايين وخلاص وراحت عليك، هل ساعتها هتقول دول ضحكوا عليا؟ لا، لان احنا مش عارفين طبيعة جسمك ايه ولا جسمك هيعمل ايه. فده